من الرياض مدينة كل العرب، وبصوت يصدح في المدرجات، ولعل الهدوء يخيم على أجواء اللقاء، ولعل يبدأ بقصة أو حكاية تحكى. قبل 10 سنوات من الآن، كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الأيام قلت عبارة، بعد أن كان النصر يتخبط، بعد أن كان العالم مريض، بعد أن كان في وضع مزري للغاية، كنت وأقول في تلك الأيام حافظوا على جمهور النصر. اليوم تغيرت الأحوال يا نصراوي، عاد العالم كما كان، وعدتم بوفائكم المعهود. وما الرسالة التي تقدمونها في المدرجات إلا استمرارا لوفائكم. ثم خلفان مبارك النجم الإماراتي الموهوب سجل للجزيرة، ليوناردو للجزيرة، بيلعبها السلام. يسجل هدف يفرح من خلاله مارسيل كايزر، ومن خلاله مباغته ذكيه عليا ضامي اروينها يا ليوناردو. ضربه حره مباشره، كلاكيت، هل تكون؟ بيلعبها، الكره بتصطدم هذه المره بحائط الصد. قد تتغير احوال بالنسبه للفرق الاربعه، تتكلم على موسم يعني مكتظ. نور الدين مرابط امام المرمى قبل أن يلعب بقدمه وقبل أن يلعب بعقله. الكرة ملعوبة لأحمد موسى، خطير النيجيري، هداف نيجيريا في المونديال أحمد موسى، من المملكة العربية السعودية حتى الآن، الأهلي والهلال. كرة يحيى الشهري يقول والنصر، يقول والنصر، ضيف عليهم وقول أصفر الرياض فارس نجد العالم النصراوي يعدل النتيجة الآن، وفرحة نصراوية كبيرة عن طريق هدافهم يحيى الشهري. هذا الموسم هو هدافهم، هو اللي تابع، هو اللي سجل. 4 مباريات متبقية في هذا الدور، ويعلن عن جميع الأندية المتأهلة. يا ساتر يا ساتر، من مرابط رجعت مرة ثانية، الغالب غالب غالب، يا سلام. الكرة أمام المرمى، لا زالت النصر بحاصل الجزيرة في الدقائق الماضية، لكن الكرة الماضية عدت بسلام. خذها موسى، الكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية. أحب أسمع كرة ملعوبة تصل لسالم راشد على الجهة اليسرى لمصلحة فريق نادي الجزيرة. حلوة جزراوي، لكن يا سالم وين هذه؟ وين هذه؟ إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى. هذا كارينيو، مدرب صاحب تجربة، صاحب كاريزما، فرق واضح في الشعر بين الاثنين. جانب من الحضور النصراوي، هذا زميلنا الإعلامي الفرهود، صادق المخرج عاد خلاص الحين يقولون نصراوي يا بدر. كرة ملعوبة تصل بمكان سليم، ما ادري عاد هو اللي يشبهها اللي يكون وقت الريال. كرة ملعوبة ما فيها وهقة يعني، لكن بالنسبة للإعلامي مسألة الانتماء وما انتماء. كرة ملعوبة أمامية، باليمين باليسار بالراس، هو هداف أحمد موسى، هو أسرعهم. كرة بتتخلص من خريف الحمادي، لا وجود لشيء في اللقطة الماضية حسب قرار حكم المباراة. الكرة ملعوبة لأحمد ربيع، بيحاول هناك خطأ يشير إلى حكم المباراة لمصعد فريق نادي الجزيرة. 25 دقيقة، كرة أمامية، علي مبخوت، هذا علي، تقدم علي، مشاها مبخوتنا، لعب ليوناردو، ليوناردو راح يشوت وتمر الى خارج الملعب. سعود السويلم الرئيس الحالي لنادي النصر، علي في هذا الملعب سجل وتوج هداف لكاس الخليج،
قبل الماضية. علي بيلعبها، بيتغير اتجاهها إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. أينما حل وارتحل في أرضية الملعب. يحيى الشاري مشالي، سلطان الغنام حلوة، سلطان بيحاول، سالم راشد بشكل ممتاز بيخلص الكرة الماضية وبيحضر عليها ويمنع خطورة سلطان الغنام في اللقطة الماضية. الغريب أن في القائمة اللي وصلتنا للمباراة في دكة بدلاء النصر محمد فوزير موجود. الجزراوي أمام النصر في الرياض، ليناردو عالي عرضي أمام المرمى، الكرة عدت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى أمامية عرضية داخل منطقة الجزاء، خطر أمام المرمى، بيسيطر عليها علي خصيف سهلة. شكله مع نهاية الشوط في هدف، الله أعلم الله أعلم. يحيى الشاري خذها، الكرة لا زالت قائمة أمام المرمى، شوتر راية وتسلل، ضربة حرة مباشرة. طبعا بطاقة برونو كانت عند نابولي، والهدف اعتقد انه صحيح، القرار غير سليم، اللي لنا واللي علينا نقوله. ما في فيديو يا برابط، ما في فيديو، خلاص انتهى الوقت، بدل الضايع. لعبت تخلصت، صافرة السيد جهاد قريشة من جمهورية مصر العربية. كامل التوفيق ان شاء الله، ومشاهدة ممتعة باذن الله تعالى. هالمرة هو اللي يراقب اوفيني، يحيى عالية وعرضية، الكرة من الجبرين نزلها، عمر هوساوي بيسدد عن نادي الشباب. شو كان السبب نتحدث بعد قليل، نتابعه ان شاء الله. عبد الله رمضان، رمضان رمضان، عرضية جزروية، علي مبخوت، علي مبخوت على العيدي، على سالم راشد، على العطاس، على احمد ربيع، على الغنام، ركلة جزاء. العيدي يا عيدي جاب العيد فيها. علي والسلاوي بيلعبها، شالها خصيف وابعد عن مرمى الجزيرة. هدف نصراوي ثاني، هدف كان ممكن ان يعقد الامور على الفريق الجزراوي. لا تندم على ما فات. برافو برافو برافو، علي خصيف يمنع هدف، ضربة حرة مباشرة. ليوناردو، علي مبخوت بيلعب، السلام الى ابراهيم غالب، غالب الكرات الطولية الامامية مميز فيها، بيلعبها عمر وسامي، خطر امام المرمى، كرة لنور الدين مرابط، محاولة المرور علي عرضي، خطر امام المرمى، بتعدي، كرة كانت مهيئة ولكن طالت قليلا وعدت ومرت بسلام على دفاع الجزيرة. واضحة الضغوطات على محمد السهلاوي. الخطأ، خذ الجزيرة، كرة ليوناردو أمامية لعلي مبخوت أمام المرمى، علي لم علي، لا زالت علي يا علي، مبخوت يا مبخوت. كيفية التصرف، تأخر علي وضاعت الكرة الماضية. نور الدين مرابط تسديدة قوية لكنها بتعدي إلى خارج الملعب. الخطأ مرفوض في هذه الأماكن، نور الدين مرابط مر، خطرة علي خصيف أيضا يبعدها من أمام السهلاوي، حالة من الغضب، ولكن بعد ذلك هو من صحح الخطأ. كرة، كرة أمامية باتجاه سلطان الغنام، خطرة للنصر، أحمد موسى، لم أحمد مشى، ولكن الكرة مرابط يري الارتباط ويتقدم للعالمي بالهدف الثاني. نور الدين، نور النصر يسجل الهدف الثاني. شوف الكرة، أحمد موسى، حوار ثنائي بينه وبين سلطان الغنام، قطع الكرة من محمد جمال، الله يحفظه، قولوا ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه، والأطفال دائما يذكروا الله عليه. من مسافة ليناردو بيلعبها، الكرة عبد الله، كرة تخلصت، ارتداد نصراوي خطير سريع، نور الدين مرابط مرابط، الكرة لا زالت، أحمد موسى أمام المرمى، راية وتسلل، راية وتسلل، الهدف يلغى، الهدف يلغى، لكن ما شاء الله على انطلاقة نور الدين مرابط. هذا 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 هذا
مشكلة لما يكون في يومه. أوه 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 أوه، ماذا أنت فاعل يا لعيب يا فنان يا ليدر يا عالمي؟ أمرابط يلعب، أنت يا نصراوي قول فوق، علق فوق. أمرابط يسجل الهدف الثالث لمصلحة النصر. كرة ملعوبة تصل لعوض خميس، عوض عالية عرضية،